death, injury, sexual violence, malnutrition, illness, and disability are some of the most threatening physical consequences of war. في ليلة العيد قرروا إن هم هيدخلوا بري يبيدوا غزة. كانت أصعب لحظة بالنسبة لي. لا تجازف باختراق الحدود فهي مراقبة وقد يؤدي بك ذلك إلى السجن. عد إلى مينسك، عد إلى بيتك. الوضع خلف هذه الغابات حيث يوجد طالب اللجوء مأساوي للغاية. هناك يعيش آلاف في طقس متجمد وفي ظروف قاسية لا تتوفر فيها شروط الحياة في حدها الأدنى. ما زلت عالقا بين الأمس والحاضر، بين الحب والكره، بين وطني القديم والحالي. Dear diary, it's been a month since I start working on the immigration project. My professor asked me to note everything down, and that's what I'm doing. 2 weeks ago I met خالد وليد ياسين، 24 سنة، من اليمن، محافظة عدن، أدرس في كلية الطب جامعة المنوفية السنة السادسة. جيت مصر في يناير 2016 أنا وأسرتي. اضطر ناس كثير من الشعب اليمني إن هم يسافروا دول ثانية عشان يدوروا على الاستقرار، يدوروا على الأمان، يدوروا حتى على أبسط مقومات الحياة اللي انحرموا منها. أنا عبد الله غالب أبو شعبان، عمري 23 سنة، بدرس في كلية فنون جميلة جامعة حلوان، صار لي 5 سنين هنا في مصر. اللحظة اللي اجيت فيها مصر كانت صعبة وحلوة في نفس الوقت كتير، يعني شعور كده اللي هو خلاص يعني هشوف الدنيا، يعني في نفس الوقت هسيب أهلي ومش عارف امتى هرجع لأن أنا صعب أرجع، الموضوع صعب كتير. الصعوبة أو التحدي الأكبر اللي كان بالنسبة لنا إن كيف نطلع من محافظة عدن أو من اليمن، لأنه بالنسبة للطيران الطيران ما كان شغال، وأول ما اشتغل الطيران كان سافر لدولة وحيدة اللي هي دولة الأردن. جلست في الأردن قرابة الشهرين، قدمنا الفيزا لأنه كنا رايحين لمصر. هي مصر كان فيها نسبة اليمنيين كثير، تعتبر قريبة من اليمن بالنسبة للثقافة بالنسبة للشعب. قدمت على الفيزا مرة واثنين ورفضت. اليمنيين المسموح لهم إنهم يدخلوا مصر لازم يكون معدل 50 أو أقل من 15 سنة. فسافر أبوي 3 أسابيع وطلع لي الفيزا، بعدين طلعنا أنا وباقي الأسرة. مرحلة السفر يعني كانت أخذت فترة، يعني أروح على المعبر وأرجع وأروح على المعبر كذا مرة، مثلاً 4 مرات. وبعدين لما عديت من المعبر نمت ليلة في المعبر الفلسطيني وليلة في المعبر المصري، في الطريق قعدنا ليلتين. الموضوع صعب كتير في الإقامة، استدعوني كذا مرة لمقابلة حد ما في الآخر أخذت الإقامة بعد 6 شهور. 6 شهور هذه بأروح أراجع كل أسبوعين، لازم أراجع معهم، في أوراق بطلبوها. هي شهادة الميلاد وأوراق خاصة بالجواز مثلاً، إثبات شخصية، الحاجات هذه. لازم أنا أخلص دراسة وأشوف بلد تاني لأنه إقامة على الدراسة. كان أخويا من قبلي وحاول كتير وإجا شغل كويس وما قدرنا. والدي قبليها طبعاً حاول كتير، يعني أنا بتمنى أن أنا أقعد في مصر، أنا بالنسبة لي أريح بكتير. بالنسبة للظروف المادية كانت الرواتب منقطعة، أنا بطبيعة الحال عندي إحساس مسؤولية شوية زيادة، يعني فكنت أخذ مثلاً مصروف معين خلاص أمشي فيه نفسي. كنت ساعات بيعدي علي أيام مثلاً بعدي من كافتيريا الكلية بيبقى نفسي مثلاً أشتري من أكل الكلية، لكن كنت خلاص أنا مقيد وملتزم أن أنا أروح البيت أكل أكل معين اللي موجود، أو أن أنا مزبط أكلي اللي موجود في البيت. كنت محتاج فلوس، محتاج أن أنا يعني أستقر بقى مادياً وأحقق كل اللي في نفسي. حاولت أن أنا أشتغل، أنزل شغل في مجالي،
كذا مرة، لكن الشغل مش رسمي. الفلسطينيين ما بيقد... أو غزازوة يعني ما بيقدروا يشتغلوا بشكل رسمي لأنه إقامتك مكتوب عليها دراسة. A lot of things have been stolen from those innocent people and the greatest one is الهوية العربية. عشان كده هكمل باقي البحث بالعربي، لازم التعبير يبقى بلغتهم هم. الحرب بتسبب أنواع مختلفة من الدمار، لكن أخطرهم الدمار الغير مرئي. الأثار النفسية اللي بتسيبها في كل واحد عاشها بتخليه يعيش الحرب تاني كل يوم مع نفسه. عشت 3 حروب في غزة، وبعدين لما جيت هنا كان في حربين وأنا بعيد عن أهلي. كانت صعبة كتير يعني، بس مش زي لما أنا كنت هنا وأهلي هنا. يعني كنت قاعد معاهم وحاسس إن إحنا مع بعض طول الوقت. صار قصف، صار إشي، إحنا طول الوقت قاعدين مع بعض، ننتقل مع بعض. بس وأنا هنا أنا مش عارف إيش اللي بصير. كان في كل بيت عندنا في اليمن فقدوا عزيز أو فقدوا حد غالي عليهم، كان في كل بيت شهيد، استشهد أصحابي، استشهدوا ناس عزيزين على قلبي، افترقنا احنا أنا وهم. يعني كان الموضوع مؤثر بشكل كبير لكل واحد فينا. يعني آخر الحرب ضربوا صاروخ تحذيري على بيتنا، بيكون قدامك 5 دقائق 10 دقائق أنت ما بتعرف قديش، بس حالا اخلي المكان. كل اللي في البيت نزلوا من البيت من غير ما ياخدوا أي شيء. لقوا انه الصاروخ التحذيري كان جاي على العماره اللي جنبينا، وضربوا العماره اللي جنبينا في الارض نزلت. في ليله العيد قرروا ان هم هيدخلوا بري يبيدوا غزه. كانت اصعب لحظه بالنسبه لي. الليله هذه كانوا بينزلوا فوانيس اللي هي مشتعله تحرق الاماكن، كانوا بينزلوا فوسفور، حاجات غريبه ممنوعه دوليا يعني. انا لو تكلمت عن الايجابيات اللي واجهتها وقابلتها في مصر بصراحه يعني كبيره جدا، وممنون لمصر هذا الشان. يعني بصراحه اول شيء على راس القائمه اللي هو الامان والاستقرار. بابا درس في مصر قبل، هو كان طول الوقت هو بيحب مصر كتير، فكل العيله بتحب مصر من ساعه ما وعيت على الدنيا. ما بحب مصر يعني، نفس العادات نفس التقاليد، مش حاسس بغربه فعلا. لما عرفت ناس وصاحبتهم مش حاسس ان انا غريب خالص. وكانت فعلا يعني حافز كبير لي انه اكمل واستمر، خصوصا انه كل يوم بعد الثاني قاعده الاصدقاء والمعارف تكبر وتزيد. قبل سنه رجعت على غزه، وانا اول ما تحركت من هنا حسيت ان انا مسافر يعني رايح على بلد ثانيه، اللي هو انا سايب بلدي ورايح ازور اهلي وراجع. اكثر من 70 مليون شخص حول العالم كانوا مجبرين على ترك بلادهم، ومنهم اكثر من 5 مليون شخص موجودين في مصر. عايش في مصر السوري، السوداني، الفلسطيني، اليمني، الاوكراني، وجنسيات تانية كتير. وكان الشيء المشترك في قصصهم الامل، وده بيفكرني باسطورة طائر الفينيكس اللي بيرجع يتولد تاني من رماده، زيه زي قصص ملايين عايشين معانا، كل يوم بيموتوا ويرجعوا يتولدوا من جديد.